السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا يا جماعة بالعنوان، القصة بدأت بوفاة الفقيد بقاش محمد صالح، يدعى شخص بقاش محمد صالح قبل 7 أشهر، وبعد عدة أعوام من الإصابة بالجلطة الدماغية أصابه وهو يعمل كهربائي بمحافظة المهرة قبل 2 سنين، ونقل بعده إلى حضرموت، وبعده نقل إلى صنعاء. توفى الأجل رحمة الله عليه، الله يرحمه، يعني تقريبا بجلطة دماغية، وأجله أتاه وتوفى والله يرحمه. بعدين انتشرت أخبار إشاعة، الإشاعة هي تنتشر يعني ما شاء الله، الإشاعة أكثر من الحقيقة تنتشر. الإشاعة انتشر إنه يعني طاح، وإنه كان يشتغل مع شركة عملاقة مدري ايش، وانه العمود حقه الفقري او الغضاريف انسرقت واستبدلوها بذهب. الإشاعة هي كانت كذا، وبعد ذلك حسب انا ما قيل، لا ليس اتكلم عن مصادر موثوقة ولا عندي اخبار اكيدة، حسب ما قريت انا بس الخبر يعني اذا هو على هكذا يعني سبحان الله الجشع لا ينوصل. المهم بعد ما حصل هذا وتوفى، وكان يقول انه على الإشاعة حسب ما قالوا انه في ظهره الذهب هذا والعمود الفقري، ولا احد يعلم صحة الخبر من تكذيبه. عموما انه توفى وقبروه اولاده، والاولاد حقه يعني خافوا ان الناس يعني الجشعين وضعاف النفوس انهم يروحوا ينبشوا القبر. حرسوه لمدة 3 أشهر أو أكثر، عدة أشهر يعني حسب ما قريت أنا في الخبر. بعد الحراسة هذه توقعوا أن الناس يعني خلاص ما عاد في أحد نسيوا الخبر، وإن ما عاد في أحد بيجي ولا أحد بيخبر ولا أحد بيشيل البثة ولا شيء، وإن البثة قد تفتتت الآن. وبعد 6 7 أشهر حسب ما قريت أنا في الخبر، بعد 7 أشهر وجدوها بهذا الشكل، وجدوا القبر بهذا الشكل، يعني لا خوف من الله ولا حرمة للقبر ولا حرمة لمشاعر الآخرين. الجشع لا ينوصل أن أروح أحفر، هذا مريض نفسي أو متعود على السرقة اللي حفر، ما هو يعني ناس طبيعيين، هذا تحصله متعود، يكون متعود دائما يسرق، حتى لا يسرق حتى الشريك بالوادي، يسرق أي حاجة، سمع بالخبر هذا ما ينساش، مستحيل إنه ينسى الفكرة هذه، لأنه يكون هوس. السرقة هي كل ما زادت كل ما تزيد، يعني كل ما تسرق كل ما تزيد الشغف فيه. عموما نرجو منكم الاشتراك بهذه القناة، في قناة أنا سميتها ظل، وسأعمل في الظل يعني، وإنما نخوض وندردش مثل ما يدردش الجميع باليوتيوب، لعل وعسى تصبح قروش نقروش. سأعمل في الظل هكذا، ونعمل بعض الفيديوهات التي ستنال إعجابكم إن شاء الله، إذا في حدث، إذا في شيء، أي شيء كذا يعني تطلع براسنا نطرحه. أي شيء تبغى نتكلم عليه، أهم شيء لا يكون يخص أحد أو يدخل في خصوصية أحد، اطرحه في التعليقات، نتكلم على سعارة، نتكلم على موضوع قضايا جنائية وتحقيقات زيادة، لا ما ندخل فيها ولا بدور على التعليق، فعل لايك للتعليق فقط. هذا ما ألقى في جعبتنا اليوم من هذا الخبر، وإن شاء الله في اليوم نكون عندي لكم عدة أخبار من هذا المكان. بس أنطلق على الدراجة النارية وأطلع إلى تحت هذه الشجرة، تحت الظلال هذا والجليد من خلفي، وفي المكان هذا الهادي، وإن شاء الله نطلق العملاق على قول أصحابنا.